السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار المعاشات اليوم: شاهد تصريح محامي المعاشات عن زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى 8000 جنيه. كل التحية وتقدير لحضراتكم، وإن شاء الله نبدأ البث المباشر. حضراتكم شايفينه ده صورة من أول ورقة من صحيفة الدعوة، دعوة العلاوات الخمسة اللي هي جلستها إن شاء الله 25 نوفمبر القادم، أصبحت الدايرة 16. نيجي بقى للدعوة التانية برضو قدام الدايرة، نفس الدايرة الأولى يوم 17/11. الدعوة دي إن شاء الله جلستها يوم 17/11 قدام الدايرة الأولى. الدعوة دي بتتكلم عن إيه بقى؟ بخصوص الحد الأدنى للمعاشات، بخصوص الحد الأدنى للمعاشات. طبعا اتحاد المعاشات كان عمل وقفة احتجاجية، واتصل حد من مجلس الوزراء. موضوع الدعوة اللي قدام مجلس الدولة حاليا، وهذه الدعوة من الدعاوى المهمة اللي أقامها اتحاد المعاشات وطلباتها في الآخر هصورها لك أهو. أنا كده لوجه الصفحة، وجه العريضة دي بعد الإعلان، عشان هنقدم الإعلان ده إن شاء الله في الجلسة اللي جاية. الطلبات بتقول إيه بقى؟ عشان الناس بس تبقى عارفة إن اتحاد المعاشات بيدور على حقوق الناس، ده وفقا للدستور. هو إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شمول وتضمين القرارات والتوجيهات والتعليمات التي يعرضها المدعي عليهم. مين بقى المدعي عليهم؟ السيد رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير المالية، السيد وزير التضامن بصفتهم طبعا، السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. الدعوة دي بيقولنا بتتكلم عن إيه بقى؟ لما بيصدر توجيهات وتعليمات من رئيس الوزراء أو من السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، ما بيجيش ناحية أصحاب المعاشات، وعمل قانون عقيم اسمه قانون 148 لسنة 2019. عقيم يعني إيه عقيم؟ يعني هذا القانون محدد أصحاب المعاشات وحقوقهم بشكل مجافي للدستور ومجافي للحقيقة. فدعوانا أو دعوة الاتحاد بتتكلم عن إيه بقى؟ إن الحاجات القرارات اللي بتتعرض على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بأن يكون بنطالب فيها بأن يكون الحد الأدنى مش 6000 بقى، لا، حد الأدنى للمعاشات مساويا ومعادلا لما يقرره المقرر يعني للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية العامة، مع زيادة المعاشات بعلاوة أقدمية نسبة 20% لقدامى أصحاب المعاشات الذين تخطوا الحد الأدنى للمعاش وبحد أدنى 1000 جنيه شهريا، وبدون حد أقصى مع الزيادات الدورية الاستثنائية لمواجهة أعباء المعيشة. ده طلبات اتحاد أصحاب المعاشات، عشان الناس عمالة بتتكلم أصحاب المعاشات بيعمل إيه؟ لا، اتحاد المعاشات عمل وقفات احتجاجية، عمل بلاغات لكافة أجهزة الدولة، اتعامل بالشكل القانوني مع كافة أجهزة الدولة، طالب بطلباته من خلال دعوة أمام محكمة القضاء الإداري. طبعا هو الحد الادنى دلوقتي الاجور 6000 جنيه، ممكن يزيد يبقى 8000 جنيه، فانا مش هحدد طلباتكم في 6000 بس، لا، ان تكون مساويه لكل زياده تقررها الدوله للعاملين في الدوله. يبقى لازم اصحاب المعاشات يبقى لهم حد ادنى في المعاش وزياده سنويه. طبعا قانون التامين الاجتماعي بيتكلم على 20 في على 15% فقط، وبينزلها ل 14 مره و13 مره بحجه التضخم. لا، التضخم عند أصحاب المعاشات أصبح لا يطاق.